تسعى السعودية إلى تعظيم اقتصادها وتحقيق التطور في مجالات مختلفة، خاصة مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة. لذلك أطلقت وزارة العدل بالرياض البورصة العقارية لإتاحة تداول العقارات، بيع وشراء وتمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية. لنناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا من أمستردام حسن الأحمري المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، وبداية لو تشرح لنا بشكل أكثر تفصيلا ما ملامح البورصة العقارية التي أطلقت في السعودية. اهلا وسهلا، اول شكرا على الاستضافه. طبعا البورصه العقاريه هي عباره عن معلومات متوفره بالكامل لاي شخص مهتم بالعقار في السعوديه، ولا شخص يتداول العقار في السعوديه. في السابق كان هناك يعني تداول للعقارات داخل المملكة، ولكن كان هناك ربما عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمعلومات. لذلك الشفافية الآن أصبحت موجودة بعد إطلاق هذه البورصة، أصبح هناك معلومات متوفرة بالكامل لأي متداول أو أي متابع للسوق العقار داخل المملكة بشكل واضح. أمس رأينا كان هناك معلومات متوفرة بالكامل فيما يتعلق بحجم التداول في مدينة الرياض. يوم أمس كان هناك أكثر من 340 مليون تقريبا حجم السيولة المتداولة في السوق العقاري أو الصكوك التي تم تداولها يوم أمس، أكثر من 25 تقريبا صفقة وهكذا. هذه المعلومات هي التي كان يحتاج إليها المستثمر. طبعا في السابق كان هناك يعني كما ذكرت كان هناك تداول للعقار، ولكن لم يكن هناك معلومات متوفرة بسبب عدم وجود الرقمنة أو إدخال الرقمنة بشكل كامل للسوق العقاري. كان هناك تطور واضح للخدمات المقدمة من وزارة العدل خلال السنوات الماضية، ولكن بعد إطلاق المنصة العقارية أمس كان هناك يعني شبه أو اكتمال للخدمات العقارية الرقمية المتكاملة للمستثمر أو المتداول أو الشخص الذي راغب في تداول العقارات. أصبح هناك أيضا الصكوك الرقمية، وهي خدمات متطورة للغاية داخل المملكة فيما يتعلق بالصكوك العقارية، وأصبح أصلا أو التداول يعني متاح للأفراد السعوديين بالإضافة للمقيمين أصحاب الإقامة المميزة، كما ذكر مسؤول وزارة العدل يوم أمس في تصريحاته الصحفية للعديد من القنوات. لا شك أن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية للسوق العقاري داخل المملكة، وتحفز المستثمر الذي يرغب في الحصول على معلومات متكاملة على أي أدوات استثمارية يحصل عليها. ولا شك أن المعلومات إذا توفرت سوف يصبح من السهل التداول للمستثمرين. طبعا التصريحات جاء فيها أنه تمت رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة، وطبعا يتم العمل على رقمنة كل الوثائق. يعني ما هو حجم العمل المتبقي في هذا الشأن؟ لا شك أن هذا يعني يعكس الصورة المتطورة لتداول العقارات داخل المملكة. طبعا المملكة هي مساحات شاسعة، وهناك العديد من الأراضي والعقارات يتم تداولها، وأيضا هناك العديد من يعني المباني والفلل يتم تداولها بشكل يومي، وخاصة الأراضي العقارية والمساحات العقارية. لذلك عندما يتم تحويل تلك الصكوك الورقية إلى صكوك رقمية يسهل تداولها، لا شك أنه يصبح من السهل للمتداول أو المستثمر أن يستثمر في العقارات. لا شك أن هذا يعني يتسق مع الرؤية 2030 الرامية إلى تطوير السوق المالية السعودية وأيضا السوق العقارية. لا شك أن هذا الأمر يحفز المستثمرين للمزيد من الأدوات الاستثمارية التي تمكن من استثمار أموالهم داخل المملكة. وأعتقد أنه هذه الخطوة من أكثر الخطوات يعني تطورا في المجال العقاري خلال السنوات الماضية. صحيح أنه كما ذكرت كان هناك تطور كبير في الخدمات العدلية، ولكن عندما أطلقت المنصة كانت هي يعني التاج كما نسميه للخدمات العدلية والخدمات التي تتعلق بالسوق العقارية. وكما ذكرت أيضا أنه المستثمر دائما عندما يرغب في استثمار أمواله يبحث عن المعلومة، عندما تتوفر المعلومة لا شك أنه هذا الأمر يعني يحفز من الاستثمار، يعطيه أمان وطمأنينة لاستثماراته، وبلا شك يعطيه المساحة لاتخاذ القرار بشكل صحيح، وهو المبدأ الذي يعني تقوم عليه الاستثمار داخل المملكة في الوقت الحالي، الرامي إلى الشفافية بشكل كبير وواضح. هل هناك شروط معينة للتداول في هذه البورصة؟
يعني كما سمعنا يوم أمس كان هناك عدة شروط، ولكن أهمها هو أن يكون طبعا سعودي الجنسية، بالإضافة إلى أصحاب الإقامة المميزة التي أتيحت قبل سنة، وهذا الأمر يعني يحفز الاستثمار في الوقت في ظل إطلاق المنصة بشكل يعني مؤقت أو في الوقت الحالي. ربما هناك يعني قرارات ستصدر خلال السنوات المقبلة فيما يتعلق بالتداول، ولكن أعتقد أنه في الوقت الحالي هو الأفضل أن يعني تبقى يعني التداول كما متاح في الصكوك العادية، ولكن تم تحويلها إلى صكوك رقمية، وأعتقد أن الشروط هي نفسها كما كان متداول في الوقت السابق. أيضا سيكون من مميز التواجد في هذه البورصة هو الحصول على رهن خدمات أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري. لو تضعنا في صورة هذه التسهيلات المتعلقة بالرهون العقارية، أعتقد أنه يعني من أهم الأدوات الاستثمارية عندما يعني المستثمر يقوم برهن عقاري والحصول على سيولة، سوف تحرك السيولة في السوق وتحرك العديد من القطاعات الاقتصادية. ليس شرط فقط أن يستخدم هذه الأموال التي يحصل عليها مقابل الرهن العقاري في العقار، ولكن ربما يستثمرها في أدوات استثمارية أخرى. وأعتقد أن هذا القرار من أهم القرارات التي تفيد المستثمرين، لأن هناك العديد من المستثمرين يملكون عقارات ولا يرغبون في بيعها في الوقت الحالي، لذلك الرهون العقارية هي الوسيلة الأنسب والأضمن للحصول على سيولة نقدية. ولا شك أن هذا سوف يفيد أيضا قطاع البنوك، قطاع البنوك سوف يتحرك بشكل واضح عندما يصبح الرهن العقاري في يعني بشكل منظم وواضح ومقنن كما يحدث حاليا. لا شك أن هذا سوف يفيد القطاع العقاري وينشط القطاع هذا تحديدا فيما يتعلق بالتمويل العقاري مقابل الرهون. ولا شك أيضا سيفيد المستثمرين للحصول على السيولة تمكنهم من استثمارها في قطاعات أخرى وليس فقط في قطاع العقار. أعتقد أنه في كل الأحوال يعني الاقتصاد السعودي سوف يستفيد بشكل واضح خلال الفترة المقبلة في ظل هذه التنظيمات التي تمكن المستثمر من استثمار أمواله بشكل واضح وآمن يعني بمعلومات كافية ووافية وشفافية واضحة. لا شك أن هذا سيفيد القطاع الاقتصادي في المملكة. شكرا جزيلا ضيفنا من أمستردام حسن الأحمري المحلل الاقتصادي.